أنت طبعاً انفصلت عن الفنانة أمل عرفة تقريباً زمان. من قبل 11 سنة أكثر 12 ولكن 12. أنتم عندكم لازال الاحترام والمحبة والتواصل بينكم موجود أكيد هذا مثال جداً حلو قد نفتقده كثيراً في حياتنا أنتم اليوم وصلتوا إلى نوع من أنواع المحبة إيش اللي هي تسميها بعد الانفصال هلا الكل بيربطها بأنه في بنات بيناتنا والله مو بس هيك هي الحقيقة هي صداقة بتربطنا في اثنين يكونوا عايشين مع بعض ما زبطوا مع بعضهم بس هذا ما بينفي أو يعني أنه ما يكونوا أصدقاء مو ضروري تكون عداوة بالضبط لا ليش عداوة بالعكس يعني هن أنا جارهم حتى بالبناية استشيرهم بكتير شغلات بستشيرهم بكتير شغلات يعني والعلاقة كتير قوية يمكن هيك أحسن لإلنا وأحسن للبنات جميل جدا بس هي الفكرة كلها إنه يعني بشوف إنه الحب صعب قوي ممكن يستمر أو تبقوا قريبين قوي من بعض لو كل واحد فيكم قرر إنه هو يتجوز تاني بالذات إنه ممكن بشوف تحصل مشاكل أكتر إنه تبقى أنت مش عاجبك مثلا الشريك اللي هي هتختاره أو أنت وهي مش عاجبها الشريكة اللي أنت هتختارها إنه بيبقى خوفا برضو على البنات بتحس انت ممكن تتدخل قد ايه لا بتعرفي شو يعني هذا السؤال كتير بنساله الحقيقه ليش لهلا انت ما تزوجت لهلا انت عايش عزب وحيد يعني الحقيقه ما بدي شرك العيله هذا اولا اثنين يمكن لسه في رواسب للحب تجاه امل وهذا اول مره بقول له يعني ما تقولي بيكون شفاف ايه حلو هذا فصعب يعني اذا لقيت وحده مثلها بطبيعتها يمكن يمكن بس لا ليه ما هي موجودة بس لأنه ما في نسخة تانية عنا هي هاي المشكلة ما النسخة الأصلية موجودة موجودة لا والله يعني نصيب هذا مثل ما بتعرفي والله يوفقها بحياتها نحن كتير هيك مرتاحين مع بعض ويوميا التليفونات بيناتنا ما تنقطع نحكي بمشاكل البنات حتى بمشاكل الشغل أحيانا نحكي ناخد آراء بعضنا بالأدوار فنانة عظيمة هي وإنسانة رائعة كمان وأم مثالية كمان الله اللي حلو فيك ان انت شخص جدا معبر وعاطفي وشايفين اليوم من حتى كلامك عن زوجتك السابق وهذا شيء جدا حلو فيك بصراحه يعني هذا له علاقه كمان بالتربايه وله علاقه بالعشره الله يعني هذا اللي بيخون العشره ماله ما بيكون بني ادم فيك تأمني له فبدك تصوني الود حتى لو حتى لو مع شخص تعرفيه دقيقه واحده خلص ما قعدتي معه وسلمتي عليه ما صح يعني ما عندي ازدواجيه بهي المساله بس سؤال يا بحب يا بكره كرجل شرقي لما الرجل الشرقي يعبر عن حبه لابعد الحدود وانت تعبر عن حبك كثير ناس دائما مثلا يجيهم زي انتقادات واحكام اجتماعيه تشيل هم هذه الاشياء ولا لا لا ما بشيلها بفكر انا مسفوح حتى بالحب يعني بعبر زياده عن اللزوم يعني هذا أحياناً في ناس يقول لك أنت رجال ما لازم تعبر أنت كذا ما لازم تدمع عيونك ما لازم يعني بيعتبروا ضعف أنا لا بعتبره قوة بعتبر حالي أنه أنا يعني لما بعبر عن الحب لأي شخص معناتها أنا بكون صادق مع حالي أولاً وما بحط هاي الحواجز نهائياً بيناتنا جميل جداً يعني والله العظيم أنه أنت قاعد تتكلم عن شغلة نموذج نادر أنا أسميه في هذا المجتمع لأنه للأسف نشوف كثير اللي يوصلون إلى عداوة ما هي طبيعية بعد مرحلة الانفصال وزي ما تعرف أنت قلت قبل شوي كلمة جدا مهمة إحنا بيننا أطفال وبيننا أبناء فأكيد كل شيء بهذه العلاقة بعدها رح يأثر فيهم بشكل كبير لا كمان في شغلة بتاخديها من عين الاعتبار الاحترام احترام الذات واحترام الشخص الآخر في عشرة بيناتهم مثل ما عم قلك أنا إذا بتلاحظي بترجعي على كل الانترفيوهات حتى طلعنا على MBC ببرنامج اسمه بصراحة من أول مرة بنطلع مع بعضنا بلقاء خلال هالسنين 20 سنة أكثر يعني 24 سنة يمكن لنا بنعرف بعض أول مرة بنطلع مع بعض وكنا منفصلين فولا مرة بانترفيو أو بجريدة أو بمجلة أو بهذا حدا سمع هيك كلمة صغيرة حدا حكيها على الآخر أو سلوك غير لائق باتجاه الآخر بالإضافة إنه بناتنا صاروا صبايا يعني هن بيتدخلوا بأي شيء يعني هلا ما فاضيين نحل مشاكلنا بدنا نحل لهم مشاكلهم يعني الله يحفظ لك إياهم يا رب الله يخليك لكن يعني مؤخرا انتشرت ظاهرة جدا جميلة اللي هي تحول الطليقين إلى أصدقاء يعني وكأنه الحب فعلا أخذ شكل ثاني وكأنه الحب ما انتهى ولكنه تغير حابة أنك تكلمنا أكثر عن آلية هذا التغير طيب. كيف ممكن يتحول الحب من عشق وزواج إلى صداقة واحترام ومحبة مستترة دائمة شوفي حلو سؤالك تصدقي أنه أنا من عام 2000 يعني قبل 24 سنة ما كنت لا متزوج ولا مرتبط كتبت نص مسرحية اسمه صدى
مثلت فيه الفنانة سلافة معمار، كانت جديدة لساعتها، وأستاذنا طبعاً الكبير غسان مسعود، وأنا كان إخراجي ونصي. بيحكي عن علاقة فنان تشكيلي بمرته، هي متزوقة فن، فأنا كنت طارح مجموعة أسئلة بقلب المسرحية، ما هو مصير الحب بعد الزواج؟ يعني يمكن أنا كنت عم تنبأ بشيء ما بعرفه، ماني مزوج، ما هو مصير الحب بعد الزواج؟ بعد تفكير كثير هيك، بعد 10 سنين زواج بتبلش المسرحية، اكتشفت إنه هو بياخد شكل آخر. يعني من خلال البروفات، من خلال يعني شوف الناس اللي حواليه، شوف شو قريت، شو هذا، لقيت إنه هو بياخد شكل آخر. هذا الشكل الآخر ممكن شو هو؟ مجموعة أسئلة. ما هو مصير الحب بعد الزواج؟ هل ينتهي؟ هل يتلاشى؟ هل أم يأخذ شكل آخر؟ وصلت لنتيجة إنه بياخذ شكل آخر. وأنا بتعامل بحياتي اليومية مثل ما بفكر، يمكن النضج بالحياة وبالتجربة بغيره للواحد، يعني بتخف حماقاته مثل ما بيقولوا أو أخطاؤه، وبيصير أكثر حكمة يعني ونضوج. ف يعني أنا بشوف بياخد شكل آخر مثل ما حكيتي، شكل آخر حسب بقى كل شخص، وحسب تركيبته، حسب ثقافته، حسب بنيته، حسب الاجتماعية، التربية الاجتماعية، حسب حياته، وحسب مخزونه الثقافي والمعرفي والفكري، تختلف بين شخص وشخص يعني المسألة. بس أنا بشوف بياخد شكل تاني. يمكن الحب أنواع وأشكال، مو كل واحد بيعرف يعيش الحب مثل، يعني أنا بعيش الحب غير ما أنت تعيشي، غير ما أنت، غير ما أنت، غير ما أنت. يمكن شخص ما جرب الحب. أيوة، بس أحيانا الواحد بيفشل بالحب، ما بيكون يعني ما بيكون دارس المسائل مزبوط، لأنه الحب ما بصير بالتفكير. لا بقول أنا، بيقولك بالعقل، أنا بقول بالقلب. لا، ما في حب بالعقل، بالقلب ما في خبطة واحدة. عم تقولي ليش حبيته لهذا الشخص، عم شو الأسباب، تقولي والله زي القضاء. بالأخير الحب تجربة وعاش، يعني ما أنا فكرة قابلة للنقاش. هو الحب شيء لا نعثر عليه وإنما نتعثر فيه. الله، أكيد. حلوة، حلوة. صدفة لقاء في زحام العالمين. بس يخوف.